أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد لي بعض الأقارب والزملاء يرجعون لأهل العلم الكبار في المسائل الفرعية الفقهية. نعم. يقول أحسن الله إليكم: يوجد لي بعض الأقارب والزملاء يوجد لي ها؟ نعم هي نعم بعض الأقارب والزملاء يرجعون لأهل العلم الكبار في المسائل الفرعية الفقهية، أما في مسائل الفتن والمناهج الجديدة فلا يرجعون إليهم، فهل أواصل معهم النصح أم أتركهم؟ لا، يرجع إلى أهل العلم في كل شيء، يرجع إلى أهل العلم في كل شيء، والمناهج أهم شيء لأن عقيدة، يرجع إلى أهل العلم في كل شيء. نعم.